لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الخامس والأخير في مقدمة قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري، لأن نبدأ إن شاء الله في الكتاب نفسه غدا. اليوم آخر مجلس في المقدمة والمجلس الخامس. فصحيح البخاري يحتاج مقدمة تحتاج شهور، ولكن احنا أردنا أن نختصر. والإمام ابن حجر العسقلاني عندما أراد أن يشرح صحيح البخاري عمل مجلد كامل قبل أن يشرح في الشرح، سماه هدي السير، مجلد كامل. ليه؟ لأن إمام البخاري كتابه ده صرح كبير، لا تستطيع أن تدخل الصرح إلا من خلال دهليز طويل حتى يوصلك إلى هذا. هذا الدهليز هو المقدمة التي تمهد لك وتؤهلك أن تفهم هذا الصحيح، خصوصا أن الإمام البخاري لم يضع لكتابه مقدمة، بل لم يذكر الإمام البخاري منهجه. الإمام البخاري على طول أول ما ابتدى يشرح قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتابه بدء الوحي، حدثنا الله. ايه ده؟ طب ايه منهجه؟ انت عايز تقول ايه؟ ما قالش حاجه، ما قالش ايه انا نويت اعمل كذا وكان منهجي كذا واسلوبي كذا وفكرت اعمل، زي ما بنعمل مقدمه لاي كتاب بنكتبه. لا، الامام البخاري ما قالش منهجه، لكن دخل على طول. عشان كده اللي يعرف منهج الامام البخاري لابد ان يقرا صحيح البخاري كله ويدرسه سطر سطر وكلمه كلمه، ويقرا مره واثنين وثلاثه واربعه، وعلى المشايخ ومن غير المشايخ، ويشوف الشراح اللي قبله. يعني عايز 20 سنة مع البخاري عشان تعرف منهج الإمام البخاري. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي الإمام ابن حجر العسقلاني عشان يكتب هدي الساري ده لازم يكون قرأ صحيح البخاري 20-30 مرة عشان يعرف يكتب هذا المجلد بس. فهمت بقى إزاي؟ اللي هو إيه؟ هدي الساري. لكن على أي حال، إحنا إيه؟ في زمن الاختصار وزمن السندوتشات والتكاوي. فيكفينا في مقدمة الشرح 5 مجالس، يلا الحمد لله، كل مجلس 40 دقيقة 30 ماشي، على قد التكاوي وإيه وزمن السندوتشات. فاهم؟ فربنا ينجينا وربنا يغفر لنا، لأن إحنا داخلين في أمر عظيم، والأمر العظيم محتاج تأهيل. إحنا النهاردة عايزين نتكلم على إيه؟ على منهج الإمام البخاري من خلال استقراء العلماء. لما استقراء العلماء الصحيح فايه، ومن خلال تسمية الإمام البخاري لكتابه، والإمام البخاري ما سموه صحيح البخاري، ده الناس هم اللي سموه صحيح البخاري. هو أحيانا كان يورد يقول وقلت في الصحيح، كان إيه بس يقول في الصحيح، يعني ليه؟ يعني كتابه اللي هو إيه خلصه بالصحيح، لكن ما حدش قال، ما قالش على نفسه كتابي اسمه صحيح البخاري. ده سماه إيه؟ سماه إحنا كتبناه قبل كده الجامع المسند الصحيح المختصر من سنة رسول الله، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. شفت كل الاسم الطويل ده هو اللي وضعه الإمام البخاري، الجامع. يبقى شفت تعرف منهج الإمام البخاري من الاسم الجامع، يبقى جامع بقدر الإمكان، استوعب، يعني لم يخص فقه، ولم يختص مثلا بسيرة، ولم يختص بالمغازي، ولم يختص بباب معين من أبواب العلم، لا ده جامع، يعني جامع لكل حاجة. يبقى الجامع قال لنا انه هو هيجمع، يبقى مش هيختص بباب دون باب، واضح؟ دي اول حاجة. المسند يبقى عرفنا انه هو مش جايبه من عند نفسه، ده كله بالاسانيد، يعني اسناد متصل، يبقى هو ما ألفش حاجة، ده هو اللي وصل له، اللي وصل له عن طريق الاسناد هو اللي قال. الصحيح، وعرفنا كمان ان هو ايه خصه بمسند صحيح، لان ليس كل مسند صحيح، قد يكون في الاسناد ضعف. كان الامام البخاري من الاسم من العنوان سطر قال لك منهج. شفت؟ الجامع المسند الصحيح، وبعدين يقول لك المختصر، يعني معناه ليس ما تركته ليس صحيحا، بل انا انتخبته من بعض الصحيح، عشان كده قال لك المختصر. لأن ده ما تفتكرش ان طالما البخاري ما قالش الحديث ده بالحديث مش صحيح عشان ما قالوش البخاري، لا، ده الإمام البخاري اختصره من الصحيح. شفت بقى منهجه قاله ازاي في العنوان؟ عشان تعرف نباهة الإمام البخاري.
واخد بقى، وسعت ايه فهمه، وضيق افق من يتسرع ويتكلم على الامام البخاري وهو ضيق الافق. وبعدين المختصر من ايه؟ من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احوال النبي وسننه، يعني ايه العبادات المختلفة التي دل امته عليها، وايامه علشان يذكر المغازي والاحداث اللي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط الامام البخاري من خلال بقى لما استقرأ العلماء اشترطوا في الاسناد، في سلسلة الاسناد، انه لا يروي الا عن العدول الضباط، اعلى درجات الضبط واعلى درجات العدالة، مش عدالة عادية، عدالة اعلى درجات العدالة، واعلى العدالة يعني الديانة، والضبط يعني الحفظ، لان ليس كل واحد عنده قدرة على الحفظ يبقى دين، ممكن يبقى فاسق وبيحفظ كويس. فهو ايه اشترط اعلى درجات العدالة واعلى درجات الضبط في الرواة، مش كده وبس، واشترط ايضا المعاصرة، ان يبقى الاثنين معاصرين لبعض في عصر واحد، ومشترط كمان فوق المعاصرة شرط زائد وهو اعلى درجات التحمل وهو السماع. احنا قلنا اعلى درجات التحمل ايه؟ السماع، ان يسمع من الشيخ او يسمع الشيخ او يسمع من ما يقرأ على الشيخ في حضوره، دي اعلى درجات التحمل. فاشترط ايه؟ مش المعاصرة بس، الامام مسلم في صحيحه اشترط المعاصرة، ما اشترطش ايه؟ السماع، ثبوت اللقاء يعني، لانه ممكن يبقى انا معاصر لواحد تاني عايش في موريتانيا وانا عايش في مصر وعمرنا ما قابلنا بعض، فهمت بقى ازاي؟ وبعدين اجي اروي عنه، طب اروي عنه ازاي؟ ما يمكن ما لقيتوش. الامام مسلم قال لك ما هو طالما عدل وضابط وقال عن فلان يبقى خلاص سمعه، ما هي دي مدرجه في معنى ايه؟ الضبط والعداله، ده الامام مسلم. وعشان كده برضه استحسن بعض العلماء شرط مسلم، لكن الامام البخاري اراد ان يشترط شرط زائد على الصحيح وهو الاصح، عشان كده العلماء قال لك ايه اصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، لانه ما اكتفاش بشرط الصحيح ده، اشترط اختفى زاد على شرط الصحيح بالاصح من باب الاحتياط. فقال المعاصره لا تكفيني، لا يبد من ثبوت اللقاء، لان اللقاء يثبت فيه اعلى درجات التحمل وهو السماع. وعشان كده قالوا ايه العلماء؟ قالوا من روى له البخاري، وبعدهم قال لك البخاري ومسلم، لكن في العلماء معظمهم يقول لك من روى له البخاري فقد اجتاز القنطرة. ايه هي القنطرة يا سيدي؟ القنطرة دي الحاجة اللي تمر عليها تعبر مهلكة، فهمت ازاي؟ يبقى تحتك بحر غريق، يبقى في قنطرة تعدي منه، كأن الجرح ده بحر 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 تجريح الرواة، فهمت ازاي؟ لو الإمام البخاري رواله معنى عد قنطرة التجريح إلى العدالة، يكفي بس الإمام البخاري ذكره في كتابه، يبقى اجتاز قنطرة الجرح، يبقى فوق أن يجرح، فوق أن يطعن فيه، فهمت ازاي؟ بالرغم أن بعض العلماء أخذوا على الإمام البخاري أنه روى عن بعض من جرح، قالوا لا، ما هو اللي جرحوا دول إما جرحوا بعد الرواية عنهم، يعني طرأت عليهم طارئ بعد الرواية عنهم، والإمام البخاري روى عنهم وهم في حال إيه الكمال. وعلشان كده خلاصة الأمر العلماء أيقنوا واجمعوا أن من روى له البخاري، وبعدهم قال البخاري ومسلم، فقد اجتاز القنطرة، يعني اجتاز قنطرة التجريح إلى قمة العدالة. عشان كده قالوا أن أعلى درجة في الصحيح ما اتفق عليه شيخا، فهمت بقى ازاي؟ طب واللي نمرة اتنين على طول ما تفرد به البخاري، ونمرة ثلاثة ما تفرد به مسلم، وابتدوا يعملوا بقى درجات للصحيح، درجات، لأن في صحيح وأصح وأصح الأصح وهكذا. يبقى الإمام البخاري اشترط هذه الشروط الهامة. لكن العجيب بقى يا أخي لما قال المسند، تفتح صحيح البخاري تلاقيه ليه معلقات، يعني إيه المعلق؟ والذي أسقط أول إسناده، يجي يقول لك قال أبو هريرة، الله، طب فين الإسناد؟ ده ما وصلش لأبو هريرة، فين المشايخ اللي وصلوك لأبو هريرة يا أبو خالد؟ دي اسمها معلقات،
قال سعيد بن جبير، قال يعني يسموها المعلقات. طب يبقى معناها ايه بقى؟ طب وانت قايل انك مسند. فالعلماء لما تتبعوا معلقات البخاري اللي هي المعلقات اللي هي محذوفه اول الاسناد، ودي موجوده بعد التراجم في كثير من الصحيح، تتبع العلماء فقالوا ان معلقات البخاري نوعان: معلقات بصيغه الجزم، ومعلقات بصيغه التضعيف او التمريض. كويس؟ يعني صيغه جازمه زي يقول لك قال، دي صيغه جازمه. وفي معلقات بصيغه التضعيف يقول لك يقال، يحكى، يروى فيما بلغنا. دي بقى ايه فيها ان دي اول ما يقول كده. ولاحظوا ان الامام البخاري لا يجزم في معلقاته الا بما اسنده من قبل او سوف يسنده من بعد. فهمت ازاي؟ يعني كل ما قال فيه الامام البخاري قال اما اسنده من قبل، واخد بالك، او سوف يسنده بعد هذا، فلم يذكر اسناده في هذا المكان اختصارا، او انه صح عند الامام البخاري ولكن ليس على شرطه. فهمت ازاي؟ اللي هو ثبوت اللقاء. وعشان كده الامام ابن حجر له كتاب تغليق التعليق. تغليق التعليق، مسك معلقات الامام البخاري كلها وغلقها، يعني ايه؟ يعني حط المحذوف من الاسناد. لانها لقاها كلها مسنده. فما يجيش واحد يقول لك هو قال المسند وبعدين يجيب لي معلقات، ده نقد نفسه، ده نقد نفسه في ذهن الصحفي الجاهل. وليس في ذهن العالم. لان لما تيجي تقرا وتتتبع تلاقي اللي علقوا هنا ذكروا مثلا من 50-60 صفحة مسند، بس مين العقلية اللي تبقى فاهمة وفاكرة ومستوعبة؟ عقلية الحافظ. لكن عقلية اللي بيقرأ قراية سريعة زي قراية المثقفين اللي سكك اللي يفروا ويقرأ الفهرس ويقول لك أنا قريته، هو دي اللي تفوت عليه. فهمت بقى ازاي؟ لكن الإمام البخاري عامل الكتاب بتاعه للعلماء الحفاظ. وعشان كده لما قروا معلقاته وجدوا اما اسندها من قبل او سوف يسندها من بعد، او انها ثبتت عنده صحيحه الا انها ليست على شرطه في هذا الكتاب. وان كان لان هو بيقول انا انتخبت هذا الصحيح من 600,000 حديث. يعني عنده 600,000 حديث صحيح انتخب منهم صحيح البخاري. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي يبقى معلقات الامام البخاري بصيغه الجزم مسنده. والامام ابن حجر له كتاب تغليق التعليق. طب اللي بصيغه التضعيف، بصيغه التضعيف اما انها لم تبلغ عنده درجه الصحه ولكن لا تقل عن درجه الحسن او الحسن لغيره، ولذا ذكرها ليبين انها لم تبلغ درجه الصحيح الا انها ما زال يمكن الاستشهاد بها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لما يقول لك يذكر كانه بيقول لك على طول الاسناد بتاعها لم يبلغ درجه الصحيح، لكن كونه ذكرها دليل ان هي لها معنى صحيح يمكن ان يستنبط منها، لانها اما تكون حسنه او تكون ضعيفه الا انها جاءت من طرق كثيره فصارت حسنه لغيرها. فهمت بقى ازاي؟ ثم ياتي ببعض الموقوفات على الصحابه. يعني مش كل الكتاب صحيح البخاري قال رسول الله، بعدها موقوف على الصحابة. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لأن ليس كل موقوف على الصحابة ليس مرفوعا، في هناك موقوفات لها حكم المرفوع. لما يجي الصحابة يقول كنا في عهد رسول الله نفعل كذا، كأنه قال رسول الله. فهمت بقى ازاي؟ أو من السنة فعل كذا. أو يقول لك كنا نعزل والقرآن ينزل، ما هو كلها حكم المرفوع. فهمت؟ يبقى ليس كل موقوف معناه انه ايه ليس مرفوعا، لان هناك من الموقوفات ما ياخذ حكم المرفوع. فهمت؟ فلا بد لما تيجي تقرا بقى صحيح البخاري تقرا قراءه استيعابيه وتحاول تحفظه. تحاول تحفظه باسناده كده بقى، باسناده سهل. لو حاولت، لان الرجال بتتكرر. انت لو حطيته في مخك هتحفظه. احنا قابلنا بعض علمائنا كانوا حافظين البخاري زي ما انت حافظ الفتحه. ليه؟ لان خلاص الاسناد بيتكرر. منهم من الاحياء الان الشيخ محمد ابراهيم عباس في الاسكندريه يحفظ صحيح البخاري كما تحفظ انت الفاتحه. يعني ممكن يقعد كده من غير ما يفتح الكتاب ويقول حدثنا فلان عن فلان عن، ويقعد يحكي لك 10 20 صفحه. واخد بالك ازاي؟
في يعني من المعاصرين في ناس، وفي بلاد كتيره فيها ناس، وفي اطفال في بعض بلاد المسلمين بيحفظوهم القران، بعد ما يحفظوا القران يحفظوا صحيح البخاري. شفت قد ايه حفظه، يعني يسهل حفظه. يبقى هذا الكتاب كتاب لابد ان هو يقرا بتاني وبتؤدة. واحد الناس الصالحين شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا، هقولها لك مسند الرؤيا، هقولها لك حتى مسند، حتى المنام المسلمين بيركوه بالاسناد. شفت بقى، عشان تعرف ان دي امه الضبط وعداله، امه مش سهله. انت ما تقرا كتاب الاغاني الاصفهاني بينقل لك حتى النغمات تربت التي والتتي والحاجات دي بالاسناد، بالاسناد. يقول لك جلسنا يوم كذا في الحته الفلانيه عند الخليفه الفلاني وحضر كذا وجاء وقال تربت التي تتي. حتى شوف الاسانيد اللي مالهاش اي معنى، اللي هي يعني الحاجات الانغام، انغام الموسيقى يعني دول. لكن دي امه مسنده تحب ان هي توثق الاخبار بغض النظر عن ان الخبر ده تافه ولا مش تافه، تحب لان عندها الاسناد كالنسب للانسان. عايز انسان من غير نسب؟ تعرفش ابوه، تعرفش جده، تعرفش عيلته، لقيت هو. فالاسناد للخبر كالنسب لايه؟ للانسان. وعشان كده عندهم الاسانيد دي مهمه جدا العلماء. فهنقول لك الرؤيه اللطيفه دي اللي شافها احد العلماء متعلقه بكتاب صحيح البخاري. وقد انبأني غير واحد من المسنده الكبيره عائشه بنت محمد بن عبد الهادي. عائشه بنت محمد بن عبد الهادي دي لها اسانيد كبيره وكانت عالمه كبيره من علماء الحديث. بتقول ايه؟ ان احمد بن ابي طالب اخبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي ان ابا الوقت اخبرهم عنه سماعا، قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل الهروي شيخ الاسلام قال سمعت خالد بن عبد الله المروزي يقول، سمعت ابا سهل محمد بن احمد المروزي يقول، سمعت ابا زيد المروزي يقول كنت نائما. يبقى الروايه الرؤيه دي رؤيه مين؟ ابو زيد المروزي. بيقول كنت نائما بين الركن والمقام، يعني كان هناك في مكه ونايم بين الركن والمقام، الركن اليماني بين الركن الحجر وبين المقام في الحته دي. دلوقتي طبعا في الزحام هيات انت تنام في هذا المكان، مع الزحام بتاعنا هيحط حتى انك تصحى في هذا المكان من شده التزاحم. لكن كان زمان الدنيا هاديه، وهو نايم في هذا المكان المبارك. كنت نائما بين الركن والمقام فرايت النبي صلى الله عليه واله وسلم في المنام، فقال لي يا ابا زيد الى متى تدرس كتاب الشافعي؟ لو كتاب الرساله يعني. كان قاعد بقى مهتم بكتاب الرساله وكل ما يخلصوا يقرا تاني، كل ما يخلصوا يقرا تاني. فقال النبي بيقول له إلى متى تدرس كتاب الشافعي؟ وما تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. فهمت؟ دي رؤية بقى يعني بشارة جميلة. دليل إن كل ما في صحيح البخاري على عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية النبي حق. يبقى ومش كده وبس، ده بتجربة العلماء على مر العصور قالوا أنه لا يقرأ صحيح البخاري في أزمة إلا وربنا يفرجها. جرب كده يجي لك أزمة شديدة واقعد اقرأ صحيح البخاري بنية التفريج، هتلاقي اتفرجت. عارف أنت الحملة الفرنسية لما جم 30,000 جندي من فرنسا ومصر ملهاش جيش، واللي كان بيحميها شوية مماليك، والمماليك أول ما جم الفرنسوية سابوا مصر كلها وراحوا على الصعيد، سابوا مصر كده مفتوحة. وجا الفرنساوي 30,000 جندي ملتجج بالسلاح، عمل ايه علماء الازهر؟ عملوا حلقات في الازهر، حلقة تصلي على النبي بنية التفريج، وحلقة تقرا القرآن بنية التفريج، وحلقة تقرا صحيح البخاري بنية التفريج. تفريج الازهر. وكانت الحلقات دي يومية. حلقة صحيح البخاري شغالة، وحلقة الصلاة على النبي شغالة، وحلقة ايه؟ يعني بيجاهدوا الجنود دول بايه؟ بالحاجات دي كلها.
لما قعدوا قد ايه؟ اقل من 3 سنين ما يقدروش يستحملوا، بالرغم ان ما كانش فيه جيش ترجم، هم 3 سنين ما استحملوهاش الا شهور، والفرنساوية ما كانوش يدخلوا بلد ويسيبوها، خد بالك، لكن سابوا مصر يا اخي، سابوها الكرامة، كرامة هذه الدعاء. كانش عندنا جيش لسه، الجيش اول جيش اتعمل في مصر امتى؟ لما جه محمد علي بعد الحملة الفرنسية. ده مصر كانت عبارة عن صناع وفلاحين وعباد وصالحين ومجرمين، واخد بالك، وعلماء دين. ادي هي دي مصر، فهمت ازاي؟ يعني فيها خليط من هذا وبعض المسيحيين، ادي مصر، مفيش اي جيش، مفيش فيها سلاح، لكن ربنا سبحانه وتعالى قلقهم. نابليون سنة واحدة وجري، جاله استدعاء من اوروبا عشان يبعد عننا، ساب كليبر، سليمان الحلبي طالب ازهري قتل كليبر مين وخاف؟ لا، الحكايه مش سهله. قال لهم اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، دخل في الاسلام وجوزوا واحده من رشيد وخلف واد سماه يوسف، وبعدين في الاخر اجلت الحمله كلها. يعني لا يقرا صحيح البخاري الا وربنا يفرج اي كرب، اعرف دي كويس، واحنا ان شاء الله بنقراه بنيه تفريج الكرب عن امه النبي في كل مكان، ولابد لأي قارئ لصحيح البخاري يقرأه بنية تفريج الكرب عن الأمة. فلا يقرأ صحيح البخاري في كرب إلا فرج الله، دي تجربة معروفة على مر العصور ببركة هذا الكتاب. مش كده وبس، ولاحظوا أنه لا يوجد صحيح البخاري في سفينة وتغرق أبدا، ولا يوجد صحيح البخاري في بيت ويحترق. شوف قد إيه كتاب مبروك. والإمام البخاري كان مجرب أنه مستجاب الدعوة، الإمام البخاري نفسه كان مستجاب الدعوة، ودعا لقارئ كتابه بالتوفيق أن يكون من أهل الجنة، فأنت دخلت بدعوة الإمام البخاري، فهمت؟ ونقل هذا الإمام سيدنا أبي جمرة، أن الإمام البخاري دعا لقارئ كتابه ودعوته مستجابة، فكل قارئ لصحيح البخاري ناجي إن شاء الله، فهمت؟ فكتاب مبارك. كان من طريقة الإمام البخاري أيضا في هذا الكتاب تقطيع الحديث، مذهبه تقطيع الحديث بخلاف صحيح مسلم. صحيح مسلم يجيب لك الحديث كله كامل وبعدين يجيبه من الطرق كلها، عشان كده بعض المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، بعض المغاربة ليه؟ قال لك لأنه سهل إنك أنت توصل للمعلومة. أنا هبحث عن كتاب حديث في الصلاة، أدخل في أبواب الصلاة في صحيح مسلم ألاقيه على طول، وألاقي الحديث بكل رواياته تحت بعضه كده مرصوص، فيبقى البحث في صحيح مسلم اسهل كتير من صحيح البخاري. لكن صحيح البخاري يقطع لك الحديث، ومش كده بس، ده يقطع الحديث واحيانا كل مقطع يجيبه لك باسناد مختلف في مكان تاني، لان الامام البخاري كانت عقليته في الحفظ معجزه، فكان راجل معجز في حفظه، وعلشان كده اللي يعرف يستوى ويطلع المعلومات من صحيح البخاري لابد تقرا صحيح البخاري عشرات المرات. يعني أنا عصرت الشيخ محمد الحافظ التيجاني رحمه الله، كان يقول لأحد الناس اللي هو بيناظره، كان بيتكلمه في مسألة وكنت أنا جالس، فالراجل بيجادل الشيخ، الشيخ يقول له كذا، تاني مش يقول له بس في حديث في صحيح البخاري بيقول كذا، قال له مش في صحيح البخاري هذا الحديث، قال له لا في صحيح البخاري، أم قال له إيه؟ إني أعلم بصحيح البخاري أكثر من علمك بدروب بيتك، يعني انت تتوه في بيتك وانا ما توهش بالبخاري، فهمت؟ فكانوا علماء اجلاء حفاظ لهم درايه كبيره بصحيح البخاري، لدرجه ان بعضهم قراه 40 مره، واللي قراه 80 مره، واللي قراه 60 مره، عاملينه زي ورد قراني كده. انت شوف ختمت القران كم مره كده؟ ختمته مئات المره. في ناس كده ختموا البخاري برضه، كل ما يخلصوا يرجع يجيبوا تاني، كل ما يخلصوا يجيبوا تاني، لما عامل له ورد طول عمره، يفضل مع صحيح البخاري طول عمره. فبيبقى بهذه الطريقه عنده دراية ودربة، يعرف الأحاديث المقطعة دي، بقية الحديث ده هيلاقيه في باب إيه، وبقية الحديث ده هيلاقيه في باب إيه، والحديث ده هيلاقيه في كتاب إيه، لدرجة إن بعض الأحاديث تبحث عنها في مظنها ما تجدهاش، وتجدها في غير مظنها. وعلشان كده بعض العلماء قال لك إن صحيح مسلم إيه يعني أفضل من البخاري من حيث سهولة الوصول للحديث ولعدم تقطيعه وتنميه في موضعه. لكن اتفق العلماء المشارقة وكل المغاربة أغلبهم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وأنه أكثر عناية بالأسانيد، وأنه
من خلال تراجمه اكثر فقها، واخد بالك؟ علشان كده اتفقت الامه بعد ذلك على ان اصح كتاب بعد كتاب بعد 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 القران هو صحيح البخاري. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب ونقله الله الينا بالاسانيد المتصله الى صاحبه الامام البخاري الذي وصلنا الى انفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فكانك انت طول ما انت قاعد بتالف في صفحات البخاري بتالف في انفاس النبي، كانه ما زال يكلمك صلى الله عليه وسلم. واللي بيقرا في صحيح البخاري كانه معه ايه؟ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ويخاطبه، وما زال فينا صلى الله عليه وسلم يخاطبنا. والحقيقه انه فينا بروحانيته، لكن هنا بقى فينا كمان بصوته صلى الله عليه وسلم سامعا له. وبالتالي صحيح البخاري لابد ان كل مسلم يهتم به ولا يعني يتركه، ويكون له ورد فيه كما له ورد قران. يعني ننصح كده زي ما بتقرا القران كل يوم جزء، اقرا كل يوم صفحه في صحيح البخاري، كل ما تخلصه ترجع تاني صفحه طول عمرك كده، صفحتين، اقرا بابين، 10 ابواب كل يوم، وكل ما تخلصه تجيبه تاني، كل ما تخلصه تجيبه تاني عشان تعيش مع النبي. لان العصمه في زمن الفتن هو كتاب الله وسنه رسول الله. فهمت ازاي؟ فالعصمه في زمن الفتن كتاب الله وسنه، والعجيب اللي حمل سنه رسول الله اهل البيت. عشان كده في روايه ثانيه ايه؟ كتاب الله وعترتي آل بيتي. عترتي آل بيتي سفيرة النبي. وعترة النبي تروح لهم تلاقيهم قاعدين يقروا صحيح البخاري. تروح لهم تلاقيهم قاعدين يقروا صحيح مسلم. احنا كل العلماء اللي شفناهم من العترة أفنوا حياتهم كلها في كتب السنة. ربوا أجيال من خلال قراءة صحيح البخاري وقراءة صحيح مسلم، من خلال كتب السنة. ربوا أجيال. لأن السنة صارت في إنفاس العترة. فهمت ازاي؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يتوفانا على خير حال. شوف بيقول لك ايه؟ وقال الشيخ ابو محمد عبد الله بن ابي جمره، انت عارف الكتاب بتاع كتاب بهجه النفوس وتحليها ابن ابي جمره، قال ايه؟ قال لي من لقيت من العارفين عمن لقيه من الساده المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرقت. قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أكمل نصيب من دعوة الصالحين، وأن يجعلنا ما دمنا أحياء نلهث ونكرر أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به ونبلغها للناس ابتغاء وجه الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونبدأ إن شاء الله غدا في الصحيح بإذن الله، ولكن اليوم نختم بإسنادنا إلى صحيح البخاري. نروي صحيح البخاري. الحمد لله أنا ليه أسابيب كثيرة في صحيح البخاري عن طريق علماء كتير ممكن أعمل فيها سبب، لكن احنا هنكتفي باسنادي عن طريق الشيخ الدكتور علي جمعه الذي قراه كاملا على الشيخ عبد الله الصديق. لكن لي اسانيد اخرى كثيره من علماء من اليمن ومن وعلماء من حلب وعلماء من سوريا ومن الشام ومن المغرب ومن ليبيا كثيره الحمد لله ربنا كرمنا. لدرجه ان عندي اسناد لصحيح البخاري بالمحمديين كلهم اسمهم محمد 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 لحد محمد بن اسماعيل اللي هو البخاري. اسناد المحمديين عندي هذا الاسناد، لكن مش هقول لكم عليه دلوقتي. لكن يعني هنكتفي على اي حال باسناد واحد اختصارا حتى يوصلنا الى هذا السفر العظيم. نروي صحيح البخاري عن شيخنا مفتي الديار المصريه حفظه الله نور الدين علي جمعه الذي يرويه عن شيخنا المحدث ابي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري عن القاضي عبد الحفيظ الفاسي عن الشيخ يوسف السويدي البغدادي عن ابي الفيض محمد مرتضى حسين الزبيدي اللي هو صاحب القاموس قاموس المحيط وشارح القاموس عن ابي محمد عبد الخالق بن ابي بكر بن الزين المزجاجي الزبيدي عن السيد عماد الدين يحيى بن عمر بن عبد القادر الحسيني عن السيد ابي بكر بن علي البطاح الحسيني عن عمه السيد يوسف بن محمد بن محمد البطاح الحسيني عن السيد الطاهر بن الحسين الأهدل الحسيني. شوف أسانيد أشراف كلهم البيت
عن وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني، عن الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب الشرح فتح الباب، عن البرهان إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الشيخ الإمام الصالح العارف أبي الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السجزي الهروي، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري اللي هو راوي عن البخاري. بقى الإمام الفرابري ده هو راوي صحيح البخاري، لأن رواة البخاري كتير لكن الفرابري هو أشهر. عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفرابري، عن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن شعبة ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاه، البخاري مولدا، ولد سنة 196 هجرية في بخارى تبع جمهورية أوزبكستان، كان زمان تبع إيه؟ تبع سمرقند، لكن دلوقتي تبع أوزبكستان، جمهورية أوزبكستان. ولد في بخارى سنة 1196 هجري، ومات في مدينة خرتنك بجوار بخارى سنة 256 هجرية، عن عمر يناهز 62 عاما رحمه الله تعالى، بناء على دعوته. هو دعا إن ربنا يريحه من الناس ويقبله، فمات قبل بعد دعوته مباشرة، كان مستجاب الدعوة، لأنه مل الحياة بسبب أن كثير من العلماء الذين نافسوه وحسدوه على ما وصل إليه من علم كانوا يغيروا صدور الحكام عليه، فصار مطرودا لا يستطيع أن يدخل بلده حتى، فضاقت عليه الأرض بما رحب، فدعا أن يلقى الله، فلقي الله بناء على دعوته رضي الله عنه وأرضاه، عن عمر يناهز 62 عاما رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. وغدا نبدا كتاب بدء الوحي، وفيه 6 ابواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك، وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.